إن هذا الجيل من الطلبة إنما هو امتداد لأجيال عظيمة يقتدون بهم ويرتسمون خطاهم، متخذين من بطولاتهم وتضحياتهم قدوة ونبراسا ومنهاجا. إن رجال الكلية البحرية وكلية الدفاع الجوي الذين يقفون اليوم مرفوعة هاماتهم حراسا في البر والبحر والجو، حماة للوطن، يعاهدون الله على التفاني في أداء واجباتهم، مؤكدين ولاءهم للوطن المفدى، جندا أوفياء للمسؤولية الوطنية التي يحملون أمانتها دفاعا عن عزة الوطن وسلامة أراضيه وصونا لكرامته ومقدساته. جمع الخريجين. وعلى الصاري يتم سحب أعلام الإشارة، كلمة تهنئة من الكلية البحرية إلى الدفعة 65 بحرية والدفعة 42 دفاع جوي. وابتهاجا بهذه المناسبة تقوم الوحدات البحرية بإطلاق المشاعل الضوئية. مدير إدارة شؤون ضباط القوات المسلحة لإعلان قرار التعيين ومنح الأنواط. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق سيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة على ما يلي: أولاً، تعيين خريجي الكلية البحرية الدفعة 65 بحرية دفعة الفريق فخري محمود عبد الرحمن فهمي في رتبة الملازم بحري تحت الاختبار بالقوات المسلحة اعتبارا من 16/6/2014. ثانيا، تعيين خريجي كلية الدفاع الجوي 40 دفاع جوي دفعة الفريق فخري محمود عبد الرحمن فهمي في رتبة الملازم تحت الاختبار بالقوات المسلحة اعتبارا من 16/6/2014. ثالثا، منح أوائل الخريجين من مصر والبعثات العربية والصديقة المذكورة أسماؤهم بعد نوط الواجب العسكري من الطبقة الثانية تقديراً لآدائهم واجباتهم بتفان وإخلاص أثناء دراستهم بالكلية. من الكلية البحرية ملازم بحري تحت الاختبار أحمد محمد هنداوي. ملازم بحري تحت الاختبار محمد حسن عبد المنعم. ملازم بحري تحت الاختبار أحمد بدير أحمد. ومن مملكة البحرين علي أحمد المناعي. ومن جمهورية جيبوتي سعد عمر ميزان. ومن المملكة العربية السعودية منصور ابن حسن المهنوي.
ومن جمهورية السودان خالد حسن بابكر، من كلية الدفاع الجوي ملازم تحت الاختبار أحمد جمال سلامة، ملازم تحت الاختبار مهند محمد علاء الدين، ملازم تحت الاختبار عمرو حسن عبد العزيز، ملازم تحت الاختبار عمرو محمد رفعت، ومن جمهورية جيبوتي نجيح حسين عمر، ومن المملكة العربية السعودية عدي ابن عمر الروقي، فمصر هي المحراب والجنة الكبرى. أجل إن ذا يوم لمن يفتدي مصر. فمصر هي المحراب والجنة الكبرى. حلفنا نولي وجهنا شطر حبها ونبذل فيه الصبر والمهد والعمر. حلفنا نولي وجهنا شطر حبها ونبذل فيه الصبر والمهد والعمر. سلاما شبابا نيل في كل موقف على الدهر يجني Thank you.
رمز من رموز البحرية المصرية الشوامخ، أنشودة البحر، اللواء بحري، أركان حرب محمود عبد الرحمن فهمي. ولد اللواء أركان حرب بحري محمود عبد الرحمن فهمي في 28 من سبتمبر عام 1929 بمدينة القاهرة حي الدقي. التحق بالدفعة الأولى بحرية وقوامها عندئذ 50 طالبا، وتخرج في الكلية البحرية متفوقا في ديسمبر عام 48، حيث جاء ترتيبه 3rd على دفعته. ثم سافر إلى إنجلترا في بعثة ضمن 8 الأوائل من الدفعة عام 1950 ليحصل على فرقة الملازم ثاني البحري، ثم تخصص بعد دراسة علوم وأسلحة البحرية في المدفعية، وعاد إلى مصر ليدرس علوم المدفعية وأجهزة إدارة النيران لكبار الضباط. وبعد قيام ثورة 23 من يوليو سافر إلى تشيكوسلوفاكيا عام 55 ضمن الوفد العسكري للتعاقد على صفقة الأسلحة التشيكية لمصر. وفي عام 1957 سافر إلى الاتحاد السوفيتي مرة أخرى للحصول على دورة أركان الحرب البحري، وخدم منذ تخرجه حتى عام 65 في العديد من سفن السطح البحرية بمختلف أنواعها. ثم اختير ضمن 3 ضباط آخرين من القوات البحرية للحصول على زمالة كلية الحرب العليا بأكاديمية ناصر العسكرية العليا. وبعد تخرجه في كلية الحرب العليا عام 66 شغل منصب رئيس شعبة يمين الولاء. أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم أن أكون جنديا وفيا لجمهورية مصر العربية، وحافظا على أمنها وسلامتها، حاميا ومدافعا عنها في البر والبحر والجو، داخل وخارج الجمهورية، مطيعاً للأوامر العسكرية، منفذاً لأوامر قادتي، وحافظاً على سلاحي، لا أتركه قط حتى أذوق الموت. والله على ما أقول شهيد. طابور العرض العسكري جنباً سلاح. كلمة السيد اللواء بحري أركان حرب محمد طارق عباس مدير الكلية البحرية. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، السادة القادة،
السيدات والسادة الحضور الكريم، إنه لشرف عظيم يا سيادة الرئيس أن نحظى اليوم بتشريفكم للكلية البحرية، إحدى قلاع العلم العسكري بقواتنا المسلحة ومنارة العلم البحري بالشرق الأوسط. إن هذا اليوم يضاف لسجل الكلية البحرية المشرف لنقدم لسيادتكم ولشعب مصر نموذجا مشرفا علما وعملا، خلقا وسلوكا، عرقا ودما، لضباط اليوم وقادة المستقبل، رجال الدفعة 65 بحرية والدفعة 42 دفاع جوي، دفعة الفريق فخري محمود عبد الرحمن فهمي، الذين يحظون بشرف تواجد سيادتكم اليوم في احتفال تخرجهم ضباطا أشداء أقوياء نضيف بهم رصيدا جديدا لقواتنا المسلحة مع زملائهم من الدول العربية والإفريقية الشقيقة والصديقة، من المملكة العربية السعودية وجمهورية السودان، مملكة البحرين، جمهورية جيبوتي. السيد الرئيس، إن الشعب المصري قد خرج بالملايين في صورة مبهرة ليؤكد إرادته وخوفه على وطنه وحرصه على استقراره، خروجا يحمل معاني كثيرة ورسائل عديدة لمستقبل بلدنا. فأول ما يحمله الشعب رسالة شكر إلى رجال القوات المسلحة التي استجابت لإرادته وأنقذت هوية الوطن من الضياع، وصولا إلى تلك اللحظة الفاصلة في تاريخ مصر وتحريك بوصلة الوطن لكتابة تاريخ جديد. ويحمل أيضا رسالة عرفان وإجلال إلى شهداء مصر الذين جادوا بأرواحهم من أجل أن يحيا الوطن بدمائهم، لكي يأتي الغد بكل ما تمناه شباب هذا الوطن لصياغة مستقبل أمة لا تملك رفاهية الانتظار. ويحمل رسالة شكر وتقدير واحترام إلى السيد المستشار الجليل عدلي منصور الذي سيذكر له التاريخ حسن قيادته وتحمله المسؤولية في مرحلة صعبة من حياة المصريين، فقد عمل بضمير وحكمة القاضي وأمسك ميزان العدل ليعيد به أركان الوطن للتحول من الفوضى إلى الدولة، ليكون فخرا لمصر والقضاء الذي خرج من بين صفوفه. وأختتم تلك الرسائل لك يا سيادة الرئيس من شعب مفعم بالثقة والتفاؤل بأن مستقبل هذا الوطن يحمل غدا مشرقا على الرغم من التحديات الهائلة، فلقد زرعت الأمل في قلوب المصريين واختصك الله بحصاد حبهم وثقتهم، داعين المولى عز وجل أن يكون في عونك وأن يكتب لك التوفيق والسداد. كما ترحب القوات المسلحة بأمهات وآباء أعزاء على نفوسنا، فإلى كل أم وكل أب تحية إعزاز وتقدير. على ما قدمتموه لمصر من فلذات أكبادكم فداء لهذا الوطن العزيز، لقد قدمتم نخبة من خيرة شباب مصر والدول العربية الشقيقة، شبابا تربى على الولاء والانتماء والإخلاص للشعب والوطن، يقدم روحه فداء للزود عنهم وإعلاء رايته،
تسلح بكل جديد في تكنولوجيا أحدث الوحدات البحرية وأنظمة الدفاع الجوي بالعالم، وكل مستحدث في أساليب القتال، تزود بالإيمان وحب العمل وبالتدريب الجاد، امتلأت نفوسهم ثقة وعزيمة وإصرار لإعداد هذا الجيل من خريجي الكلية البحرية وكلية الدفاع الجوي، ليقفوا أمامكم في شموخ رجالاً أقسموا قسم الولاء إلى الله والوطن، وسوف يثبتون كما أثبت أسلافهم أنهم حماة سواحلنا وسماءنا سلماً وحرباً. تسلحوا بأحدث علوم العصر وتحصنوا بتقاليدنا العسكرية العريقة، وغرسنا فيهم حب الوطن والتضحية والفداء، وهم يستعدون لتحمل المسؤولية وأمانة الواجب، ويسعون لاستكمال مسيرة غالية روتها دماء الشهداء وتضحيات الرجال، واضعين نصب أعينهم صالح هذا الوطن وعزته وكرامته. فكان حصادنا اليوم هذا النبت الصالح، وما كان ذلك ليتحقق إلا بالدعم المستمر من القيادة العامة للقوات المسلحة بكافة أجهزتها، والعمل الجماعي المنظم لأعضاء هيئة التدريس بالكلية البحرية وكلية الدفاع الجوي، لنكون جميعا متميزين فيما نكلف به من مهام، وأهلا للثقة التي أوكلت إلينا خلفا لقادة عظام حفظوا الأمانة، ننظر إليهم اليوم جميعا ونتخذ منهم القدوة والمثل، فلقد بذلوا الجهد والعطاء بغير حدود لرفعة شأن هذا الصرح العلمي العريق، فهم الذين غرسوا العطاء، فكان حقا علينا أن يكون حصادهم الوفاء. أبنائي الخريجين، لقد كنا بالأمس القريب نقف في مكانكم ملتمسين عون الله، أقسمنا أن نحمي الرايات هذا الوطن ونحافظ عليها، ليأتي علينا اليوم لتسليم هذه الرايات لكم وصواريها عزيزة على نفوسنا وهاماتها مرتفعة خفاقة في سماء الحق. الطريق أمامكم طويل، والثقة والأمل فيكم كبير، الوطن أمانة في أعناقكم. أوصيكم بتقوى الله، أوصيكم بالانضباط العسكري فهو الأساس في عملكم، أوصيكم بجنودكم خيرا فهم خير أجناد الأرض كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تكونوا القدوة والمثل الأعلى لهم. أوصيكم بالحفاظ على أسلحتكم ومعداتكم، اجعلوا التسامح والعفو والمغفرة والصفح الجميل منهاجا في حياتكم، اجعلوا الأمل دستور عملكم، تذكروا إخوانكم الشهداء، تذكروا كل أم وأب فقدوا أبناءهم، تذكروا كل زوجة فقدت زوجها، تذكروا كل طفل وطفلة فقدوا والدهم، تذكروا جميعا أن غاية ما تحققوه هو أن تضحوا بأنفسكم لتحافظوا على أمن وسلامة هذا الوطن، وأن تساهموا في تقدمه. املأوا قلوبكم بالإيمان وسواعدكم بالعزم لتحققوا المجد، سيروا على طريق الشرف، طريق العلم، طريق الفداء. حفظ الله شعب مصر حرا أبيا، حفظ الله مصر أصل الحضارة وأرض الرسالات ومهد الأنبياء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمح لي يا سيادة الرئيس بمناسبة تشريف سيادتكم اليوم وباسم كلية الدفاع الجوي تقديم كتاب الله ليكون حافظا لسيادتكم.
طابور العرض العسكري، كتفان سلاح. طابور العرض العسكري، السلام الوطني، سلام سلاح. تحيا جمهورية مصر العربية.